من الخرطوم معي نائب مدير الاتحاد الروهينجي عبد الله معروف، مساء الخير، اهلا بك معنا. لنبدا بالاسبوع المقبل، كيف ستتواجدون؟ هل من حضور ام من تنسيق؟ نعم، حقيقة الكل يترقب جلسة الأسبوع القادم في نهاية شهر سبتمبر. هذا الموعد الذي تم تحديده في جلسة 14 سبتمبر في مجلس الأمن الذي خرج بتوصيتين، وهو الضغط على حكومة ميانمار لإيقاف آلة القتل والسحل من جهة، والسماح للمساعدات الإنسانية لبلوغها ووصولها إلى الأماكن المنكوبة من جهة أخرى. وأيضا قرر المجلس سابقا أن تكون هناك مباحثات عن كثب مع دول آسيان، وخاصة لحل الموضوع في نطاق دول آسيان. وأيضا شددت التصريحات الأخيرة خاصة من الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا بمثابة الإنذار الأخير لسان سوسكي، وأن الخيارات قد تكون مفتوحة أمام مجلس الأمن في الأسبوع المقبل. نحن استبشرنا خير الحقيقة، وما زلنا متفائلين ونترقب بأن هناك سبع من الدول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسويد وبعض الدول طالبت الآن من مجلس الأمن مشروع إصدار قرار مشروع لإدارة ميانمار بالتطهير العرقي. نحن فقط نريد أن نثبت هذه القضية. لماذا؟ لأنه ما يحصل الآن من النزوح الجماعي كل من الأدلة الدامغة أن هناك إبادة جماعية وتطهير عرقي يمارس ضد الأقلية الروهينجية. طيب. الأدلة أظنها ارتقت، وتصريحات الجمعية العامة للأمم المتحدة واضحة جدا، ورصدها عبر الأقمار الصناعية لتحركات الجيش وقتلهم وسحلهم وحرقهم بالقرى واضحة وثبتت تماما. حتى رئيس الجمعية العامة أو رئيس المفوضية السامية للاجئين صرح أن هناك جرائم ترقى إلى التطهير العرقي، بل وصلت هناك. طيب، عندما تتحدث عن أنه كل الخيارات مطروحة الأسبوع المقبل، ماذا تعني؟ وأي ما أقصى خيار ممكن أن يذهبوا إليه هناك؟ نحن فقط نريد الآن أن الصين أنها يعني تستعمل ضميرها الإنساني في مجلس الأمن، ولا تستخدم الفيتو الذي دائما تلوح بالفيتو إذا كانت المسألة مسألة ميانمار. جميع الدول العالم العظمى كلها واقفة مع القضية ومدركة تماما أن ما يحصل الآن هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من معايير وعرف دولية. لذلك نريد من الصين ونطالب من الصين، المجلس الأمن حاولوا أن يتحاشوا الفيتو الصيني بوضع مجلس مفتوح إلى الآن منذ 14 سبتمبر إلى نهاية الشهر، ولكن ما حصل خلال هذه الأيام من تقارير، وخاصة اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي تم تكوينها من الأمم المتحدة، أول تقرير لها صدر قبل ثلاثة أيام، وهي تثبت بما لا شك فيه على أن ما يحصل الآن في ميانمار هو تطهير عرقي بكل المقاييس والأعراف الدولية. نريد فقط الآن حاليا من مجلس الأمن أن يصدروا أمرين. الأمر الأول وهو مشروع قرار يدين ميانمار أن ما يفعلوه هي من الجرائم الكبرى ضد الإنسانية، ونريد الآن منطقة آمنة، لأن الروهينجا الآن هم بحاجة إلى الأمان أكثر من حاجتهم إلى الغذاء والشرب، وهم بحاجة إلى ذلك، ولكن الآن نحتاج إلى منطقة آمنة، وهو ملف تم رفعه من خلال حكومة بنغلاديش وهي مطروحة أيضا في مجلس الأمن. نريد الآن منطقة آمنة عاجلة تحت رعاية المجتمع الدولي، ونريد صدور مشروع قرار يدين ميانمار. أنا أشكرك جزيلا نائب مدير الاتحاد الروهينجي سيد عبد الله معروف على هذه المشاركة معنا من الخرطوم.